السلام عليكم اخواتي، احبابي، صحابي، صحباتي، العائله ديالي الصغرى. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كليطو هانيين؟ كاين شي غدا ولا باقي؟ نتمنى يا ربي نكون خفيفه على قلوبكم. بغيت نوريكم الطريقه ديالي اللي كندير للتردة. تردة التردة مغربيه مراكشيه. تندير القديد والكرداس، القضيه فيها القديد والكرداس ياك. كندير يا لاله الفول، العدس، حلبه، تندير البصله، مطيشه، الزيت ما تنكتراش حيت داير القديد والكرداس، العطريه، كاين كاين فران طحونه، الكهمون، البزار، سكينجبير، زعفران، راس الحانوت، ملحه، التوابل ديال سميتو ديال راس الحانوت. هادشي اللي كندير انايا في الترده ديالي ان شاء الله. وغنوريكم طريقه ديال البصله، كنقردها، مطيشه تنطحنها. مهم اخوات، شتي كندير البصله، كنديرها شنو شنو في ماشي تنشلضها، كنخوي عليها مطيشه، كندير العطريه، وتندير شويه القزبر والمعدنوس والزيت. بعد ما درت الزيت والقزبر والمعدنوس غنسد عليها. يلا انا نسدي معكم هكذا. تنعاود ندير الخبز وتنعاود نسد. الكرداس القديد فليفلات، ورطات شحر، وحنا معكم خوتي. ها النهاية ديال التردة، ها واحد الكويز ديال اتاي. وسمحوا لي اللي كتحم وتشهادات، سمح لي واللي ساكنة حدايا في المسيرة اجي نديرها ليها، اللي ساكنة في مراكش اجي نديرها ليها. وسمحوا لي بزاف بزاف، وشكرا لكم. ما تنساونيش في الكومنتير، فعلوا لي ارفعوا لي الجرس، حطوا لي شي كومنتير زوين بحالكم، ديروا لي لايك، بارتاج. شكرا لكم على اختكم، الله يطول عمركم، نكون خفيفه على قلوبكم يا ربي. وشكرا عليكم.